شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. نتكلم بإذن الله تعالى كلمات حول مولى الموحدين وقائد المتقين وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وحديثنا في هذه الليلة يدور حول أنه كيف ينبغي أن نعرف علياً صلوات الله وسلامه عليه. وكيف ينبغي أن نطرح قضية الإمام على العالم. هنالك نوعان من التعريف ونوعان من الطرح. ولعله لا يوجد هنالك أي تناف فيما بين الطرحين وفيما بين التعريفين، بل يمكن أن نعتبر أحدهما مكملا للآخر. وربما يختلف الأفراد وتختلف البقاع وتختلف الأمكنة في انتخاب نوعية الطرح. النوع الأول يحتاج إلى البحث عن لفظ دقيق له، لعلنا لم نجد إلى الآن اللفظ الدقيق، ولكن يمكن أن يطلق على هذا النحو الطرح العقائدي، أو بتعبير آخر الطرح الفكري.
أو بتعبير آخر الطرح التقليدي، أو بتعبير آخر الطرح الموروث. هذا هو النوع الأول. يمكن أن نجد نماذج لهذا النحو في كتاب المراجعات وفي كتاب الغدير وفي كتاب العبقات. وفي كتاب الألفين للعلامة الحلي رحمة الله على مؤلفيها جميعا. هذا الطرح يعتمد على الكتاب وعلى الروايات وعلى التاريخ وعلى العقل بالمنهج المتداول في هذه الكتب. إحدى الكتب الجيدة في هذا المجال، يعني الكتب التي تنفع في هذا المجال، كتاب ألفه واحد من كبار علماء العام. وإذا واحد يتمكن يقتني هذا الكتاب ويكون في مكتبته فهو كتاب نافع جدا للخطباء والمؤلفين والمحاورين. كتبه هذا العالم المشهور الذي توفي حديثا قبل حوالي عامين، ويقال له الألباني. عندما كنا في الكويت، الصحف الكويتية كتبت نعيه مطولا في صفحات وعلى مدى أيام. هذا الكتاب جدا كتاب نافع حقيقة، لأنه هو رجل حج في فنه، يعني يعتمدون عليه. وفي هذا الكتاب الأحاديث الصحيحة معين درجات الأحاديث. طبعا لم ينصف عليا صلوات الله عليه كما ينبغي، ويحاول أن يؤول ويحاول أن يلتف، ولكنه يعترف في المكان الذي لا يجد بدا من الاعتراف منه. مثلا إذا نريد أن نعرف أن حديث علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار، هذا العام كيف ينظرون إلى هذا الحديث؟ هذا يعين درجة هذا الحديث، ويقول هذا الحديث مروي مثلا بعشرات الطرق المعتبرة، بعدين ينقل أفرض منها ثلاثة أحاديث ويقول والبقية لا داعي لنقلها، أو يأولها بتأويل بارد. ولكن كتاب جدا نافع للاحتجاج وللخطابة وللكتابة. أو في أحاديث المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه، عند بحوث نافعة جدا في هذا الكتاب. فإذا تمكنت أن تقتنوا هذا الكتاب فهو كتاب نافع لهذا النوع من الطرح. هذا النوع الأول الحقيقة جدا مؤثر وجدا ضروري
لأنه الناس المعاندين فيهم موجودون، ولكن الأغلبية ربما لا تكون معاندة. ربما أغلب البشر لم تتم الحجة عليهم. وأكو أحاديث أظن أنها في الكافي أن من لم تتم عليه الحجة، اللي هذا يشعر بوجود هذا الموضوع خارجا، يمتحن في الآخرة امتحانا جديدا. أكثر البشر مو معاندين لعله، أو كثير من البشر لم تتم عليهم الحجة. فإذا حقيقة واحد واجههم بالمنطق يقبلون ويقتنعون، ولكن الإشكال فينا نحن حملة الحق ودعاة الحق. السيد كاظم رحمة الله عليه عندما كان ذهب إلى المغرب أو إلى هذه البلاد، هو كان ينقل، أو واحد كان ينقل عنه، كان يقول هناك القلوب جدا متقبل. يقول جيب لي رواية واحدة من كتبنا أنا أقبل، رواية واحدة أنا أقبل. هذا العناد الذي نجده في هذه المناطق، في بعض هذه المناطق، في بعض البلاد العربية، مو موجود في كل مكان. أكو الآن واحد نقل لي الأخ، قال أكو واحد في سوريا، هذا كان طالب ما أعلم في الكلية، في الثانوية، في الجامعة، في بحث الأدب العربي جاء شعر اللي الأخ كان يقول أنا أحفظ الشطر الثاني منه، وغاب عني الشطر الأول. الشطر الثاني منه هذا: من الصحابة لم أكتم كما كتموا. هذا الشعر من أحد الشعراء اللي كانوا قريب عهد النبي صلى الله عليه وآله، يعني من التابعين مثلا، جاءوا به كشاهد مو أكثر من هذا. فيقول هذا أثارني، شنو هذا الشيء الذي لم أكتم؟ الشاعر يقول أنا ما كتمت كما كتموا الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وآله، ما الذي كتموه؟ شنو كان؟ هي هذه النقطة، هذا الإلهام الإلهي. يقول هذا كان عامل لأن أذهب وأحقق أن الذي كتمه الصحابة شنو كان، وانتهيت إلى أن التشيع حق. الأخ كان يقول الآن هذا الرجل واحد من أساتذة الحوزة العلمية الزينبية، هو هذا الرجل، وله موقع وله مقام هناك. يعني الأفراد مو كلهم معاندين. أحد الإخوة نقل لي قضية مطولة. المهم أن تاجرا كان يقول التاجر الفلاني، يعني الطريق كان ينقله، لكن الآن الطريق مو في ذهني، كانت عنده علاقات تجارية مع الحاكم الفلاني الموجود فعليا ولا أسميه. كان يروح يجي عنده، عنده علاقات ويا تجارية غير تجارية. في يوم من الأيام، وكان هذا الحاكم من المتشددين جدا ضد الشيعة، وخنق الشيعة في بلاده، قال في يوم من الأيام هذا التاجر أعطى لذلك الحاكم كتاب المراجعة. والحقيقة كتاب المراجعات من الكتب، هو كاتب إنني راض عن حياتي بعد هذا الكتاب في مقدمة المراجعات. هو يكفيه
يجي يوم القيامة ومعه كتاب المراجعة، جدا لطيف مكتوب. احنا يجب ان نفكر ان نكتب مراجعات اخرى ان شاء الله. فيقول اعطيته كتاب المراجعات، مضت ايام ما اعلم كم يوم، بعدين يقول لاحظت ان تعامله مع الشيعة تغير من ذاك الوقت وإلى الآن. أنا حققت وسمعت قضايا عن ذلك البلد، يقول تغير مع الشيعة، بالنتيجة أثر في هذا الكتاب. واحد من الإخوة الآخرين اللي لا رابطة له مع هذا نقل قضية ثانية، كان يقول بعد فترة التاجر أعطيت له كتابا آخر، فأجى في اليوم الثاني وأعاد إلي الكتاب منزعجا من الكتاب الثاني، شوية حاد، مراجعات كتاب كلش لين معقول مكتوب. قال لا ما أريد هذا الكتاب أخذه. الثاني نقل أنه مريت، واحد ثاني لا رابطة له بالناقل الأول، مريت على بيت ذلك الحاكم، شفت على بعد أمتار منه أكو حسينية وبالميكروفون يتكلمون بصوت عال يقرون قراية. تعجبت، هذا الحاكم السني المتشدد ضد الشيعة. فسألت شنو القضية؟ قالوا هو قايل. قالوا في يوم من الأيام كان يتمشى في حديقته هذا الحاكم، فاللي كانوا معه من الشرطة أو كذا يسمعون صوت القراية فيركضون يقولون أغلقوا الصوت الخارجي، فالحاكم يشوف أن الصوت انقطع، يقول ليش انقطع؟ يقولون جماعة من الشرطة أو كذا راحوا. قال لا 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 خلوا مرة ثانية خليكم. فيقول الصوت يأتي إلى بيت الحاكم بقربه بجنبه مجاور. أنا عندما نقلت له لذلك الرجل هاي القضية الأولى، قال يمكن هاي القضية تكون علة لهاي القضية. المهم بس إحنا ما نعرف التواريخ، لازم نشوف التواريخ متطابقة متقاربة. مؤثر حتى في الحاكم. الشيعة القدماء شنو كانوا يعملون؟ كانوا يروحون إلى أولاد الحكام، كانوا يغيروهم. الحاكم إذا ما كانوا يتمكنون يغيروه، ابن الحاكم كانوا يتغيروا. الحضارة التي كانت تغزو بلادنا هم هؤلاء الحكام اللي كانوا مهاجمين، كانوا يتحولون إلى مدافعين عن ديننا. هالشكل كانوا يفكرون. بالنتيجة هذا بشر. واحد من الإخوة نقل لي أنه هذه الموجة الكبيرة من الإقبال على الإسلام في أمريكا، من جملة أسبابها وعواملها قضية الموت. واحد يفكر أنه أموت ثم ماذا؟ قضية الموت كلش قضية مرهبة، يعني ما تقبل الشقة. واحد يروح وين دا يروح ثم ماذا؟ المسيحية ما إلها جواب مشبع، أما الإسلام فله جواب مشبع. هذا أوله، هذا أخيره، هذه منازل الآخرة، هذه هي العلاقة بين الدنيا والآخرة. إشباع، واحد يقتل، واحد يرتاح. فهاي قضية مهمة، حتى الحاكم يفكر، حاكم باغي طاغي، ولكن بالنتيجة له وجدان أو بقايا وجدان. فإذا عرض الحق حتى على بعض الحكام، لا كلهم، لأن بعضهم يمكن بعد مسخوا، ولكن حتى إذا هم ما ينفع فيهم أولادهم، حتى إذا أولادهم ما ينفع فيهم أولاد الأولاد، فهذا الطرح مؤثر. نقل لي أحد الإخوة الآخرين أو الآخرون
أنه كان هنالك رجل، هذا كان يعمل في محل بيع الأملاك، ملك، بيع، شراء، إيجار، أحدها على كل حال أو كلها. في يوم من الأيام يجي له واحد كأنه عراقي، فذاك الرجل اللي كان في سوريا يبدأ بالسخرية به باعتباره شيعيا. هذا الشيعي يقول له في الواقع جواب كل كلماتك موجودة في كتاب عندنا يقال له المراجعات، وأنا أجيب لك هذا الكتاب غدا مثلا. وما جاب الكتاب، عرض له عارض أو على كل حال ما جاب الكتاب بعد، ولكن هاي الكلمة ظلت في ذهنه، عدنا فد كتاب يقال له المراجعات، هذا في جواب على كل ما تقول. في يوم من الأيام يقول كنا قاعدين، هذا الرجل السوري، كنا قاعدين فصار حديث أن الروافض دا يطبعون كتاب المراجعات كذا يفعلون، فتلك الكلمة اجت في ذهنه، عندنا فد كتاب يقال له المراجعات. يقول قلت لذاك جيب الكتاب حتى أشوفه، كان جايله لذلك الطرف، قال لا كذا. قلت له انت خو ما تخاف علي، أريد أشوف شنو أكاذيبه مثلا. يقول أخذت الكتاب من أول الليل إلى الفجر، وعلمت في تلك الليلة أن الحق مع الشيعة، والآن اهتدى على يده هذا الرجل عشرات الأفراد كما نقلوا لي. فهذا الطرح طرح مؤثر ومفيد ونافع، ويجب بقدر الإمكان أن نخدم في هذا المجال. إذا واحد يتمكن يطبع كتاب المراجعات يطبع، إذا يتمكن يشوق الآخرين لطبع كتاب المراجعات يشوق، إذا يتمكن يألف مراجعات أخرى يألف، إذا يتمكن كتاب المراجعات يحوله إلى كراسات صغيرة، لأن مو كل واحد يتمكن يطالع المراجعة، يسوي هذا العمل. هذا هو النوع الأول من الطرح. النوع الثاني من الطرح ومن التعريف هو الطرح، أيضا يحتاج إلى أن نبحث له عن لفظ ملائم دقيق، ولكن بدوا نعبر عنه بالطرح الحضاري. هذا اللون آخر، هذا اللون مو موجود في كتاب المراجعات، لأن ما كانت وجهتهم هذه الوجهة، ما كان هدفهم هذا الهدف، لا نجده في كتاب الغدير، لا نجده في كتاب العبقات وأمثالها، كما لا نجد النحو في هذه الكتب مثلا، ما كان هدفهم هذا، كان هدفهم النوع الأول من الطرح. أمثل لكم بمثال، كان واحد في العراق موجود يقال له أحمد أمين، أنا ما شايف، لكن ينقل عنه أنه كان أستاذ في الجامعة، وكان رجل متدين خلوق متواضع إلى أبعد الحدود. في ذاك الوقت في العراق، ولعل الكبار يتذكرون، كان أكو مد إلحادي، شباب الجامعات كانوا يخجلون يقولون إحنا متدينين،
كانوا يخجلون أن يصلوا أمام الآخرين، مثل الآن في بعض البلاد دا يبدأ هذا الموج. هذا كان أستاذ جامعة في علم الرياضيات، كان يجي يشرح معادلة علمية، يقول هذه المعادلة العلمية اكتشفت مثلا في القرن 18، هاي المعادلة كانت جديدة على العالم، ولكن علينا احنا الشيعة ما كانت جديدة، لأن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه قالها قبل 1400 عام. ثم يذكر الحديث: وإذا تأخذون كتاب التكامل في 7 مجلدات على ما أتذكر، جدا كتاب حلو ونافع، غالبا يعتمد على أحاديث أمير المؤمنين صلوات الله عليه في هاي المجال. هذا مو جديد علينا، جديد على العالم. ينقل أن من العوامل في الموج الديني في العراق في الجامعات هو وجود هذا الرجل، مؤثر، قطعا مؤثر. هذا نوع آخر، هذا الطرح آخر، هذا ذكرته للتقريب. شنو معنى هذا النحو الثاني من الطرح؟ الآن في العالم أكو قيم، إحنا الآن واقعين في آخر العالم، إحنا المتدينين يعني. العالم الآن يتمحور حول قيم، كلش مهم. يعني الآن هذه القيم ملأت العقول وملأت القلوب وملأت الأفئدة. يمكن هذا الطرح الثاني يكون مجدي جدا لكثير من الأفراد، وربما يكون واجب إذا كان مقدمة وجودية للواجب. علماء يقولون المقدمات الوجودية للواجب واجبة. إذا كان عمل أحمد أمين مقدمة وجودية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الجاهل وتنبيه الغافل والدعوة إلى الله، فيكون واجب ولو بالوجوب العقلي. الآن العالم يتمحور حول فكرة الحرية. إذا إحنا نشرح أن أول رائد للحرية هو خاتم الأنبياء وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ونذكر نماذج، هذا الشيء اللي يفهمه الرجل الذي يعيش في تلك البلاد، وهذا مؤثر. جورج جرداق، لماذا جذبه أمير المؤمنين صلوات الله عليه وهو الرجل المسيحي الذي لا يعتقد بالنبي صلى الله عليه وآله؟ العام رحمة الله عليه ويحاول ويا جورج جرداق أن يجعله مسلما، ولكن إن شاء الله الله يهديه يوما ما، ما أثر. جذبه يكتب كتاب علي وحقوق الإنسان، هذا كتاب جزء كتاب الإمام علي صوت العدالة الإنسانية. هذه المفاهيم، مفاهيم الحرية، مفاهيم العدالة، مفاهيم حرية المعارضة، مفاهيم الضمان الاجتماعي. الآن العالم كلش قضية مهمة عند قضية الضمان الاجتماعي، وهذا موجود في تاريخ أمير المؤمنين. الإمام قال حول ذلك الرجل المسيحي، قال: استعملتموه
حتى إذا كبر وشاخ، مضمون الحديث تركتمه، أجروا له راتبا من بيت قضية استقلال السلطة القضائية. الإمام ترافع مع ذلك اليهودي أو مع ذلك الذمي إلى قاضي الذي كان في ذلك الوقت شريح. هذه المفاهيم وأمثال هذه المفاهيم، هذه المفاهيم جدا مؤثرة. مجموعة من الكتب، مجموعة من الخطب، مجموعة من التوجيهات ينبغي أيضا أن تدور حول هذا المحور، الطرح الحضاري. أكو شيء آخر، وهذا الشيء الآخر أهم من الشيء الأول. الشيء الأول أن عليا والنبي صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت كانوا سباقين في هذا المجال. أكو جانب ثاني أهم، أنه كانوا متفوقين في هذا المجال، مو سباقين فقط. العقد اللي الآن البشرية تعاني منها مو محلولة، حلوها عمليا، مو فقط نظريا، حلوها عمليا. هذه القضية جدا مهمة. هذا الحديث موجود في الكافي أن النبي صلى الله عليه وآله صعد فوق المنبر أو قال: من مات وعليه دين فإلي وعلي. اللي أي حكومة في العالم فيما أعلم على طول التاريخ ما عندها هالشكل قانون، واحد يموت مدون الحكومة ايش عليها فيه؟ خلي الطلاب يرحون يمسحون يدهم بالحائط على العبارة المعروف، دولة ايش عليها؟ هذا قانون فريد يمكن في تاريخ البشرية ما إلى نظر. من مات وعليه دين فإلي وعلي، ومن مات وله مال فلوارثه. هذا أغلب الحكومات أو كل الحكومات تخالف البند الثاني أيضا، الضرائب اللي يأخذوها على الإرث غالب الحكومات تخالفه. الإمام هاي الرواية في الكافي موجود: فأسلم عامة اليهود. اليهود عمومهم أسلموا على أثر هذا القانون أو على أثر هذا الحديث. هذا الدين مغري. فالتشيع منهج النبي صلى الله عليه وآله ومنهج أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين كان منهج متفوق. الوالد رضوان الله عليه كان يقول شيء لطيف، التفات لطيفة، كان يقول في الأدعية كل شيء أكو. عندما تلاحظون الأدعية كل شيء موجود في الأدعية، دعاء واحد ماكو في الأدعية وهو اللهم زوج كل عذاب، ماكو بالأدعية حسب استقرائه. ماكو، ما كانت هاي المشكلة. الآن كل شاب حتى في البلاد النفطية الغنية وفي البلاد المتقدمة هاي مشكلة عندهم، ما يتمك، بيت ماكو، راتب ماكو، شلون يعمل؟ مشكلة ما كانت بعنوان مشكلة العزوبة، لذلك دعاء ماكو حول هذا الشيء، مثل تنفس الهواء مثلا، اللهم أعطنا الهواء مثلا، هذا الدعاء مستغنى عنه، هذا الشيء موجود الله تفضل به. الوالد ينقل في كتبه أن الإمام صلوات الله عليه قال: إني جعلت لكل مواطن الدولة العمل
والمسكنة والماء يمكن، الآن ما أتذكر بالضبط مشكلة المسكن ما كانت، الآن حتى في العواصم الكبرى هاي المشكلة موجودة. أنتوا طلعوا من نيويورك كما نقل لي شوية، روحوا تشوفون أنه البشر الذين لا مأوى لهم، مأوى ما عنده، يعيش في الكارتون، مو في الهند، في هاي البلاد المتقدمة، عصابات، أقربائنا اللي موجودين الآن هناك بعضهم قالوا بالليل واحد ما يتمكن يطلع شوية بعيد، لأن فورا العصابات تهاجمه وتقتله أو تفعل ما تفعل، خطر، ما يتمكن واحد بالليل شوية يطلع بعيد. ذلك الأمن اللي كان، تلك الحرية اللي كانت، تلك الثروة اللي كانت، اللي الإمام فوق المنبر يقول ولعل هناك بالحجاز أو اليمامة من لا عهد له بالشبع أو كذا، لعل، مو في الكوفة، في المناطق النائية اللي ما إلها موارد، لعل يمكن، كان واحد يقول لا، يتمكن يقوم يقول لا أكو في هاي الكوفة. الوالد كان يقول إن قلتم عقيل شنو وقد أملك. الوالد كان يجيب عقيل كان رجل كريم، كل ما كان يجي في إيده كان ينفق. البيت الهاشمي كان بيت كريم، كل ما يجي في إيده ينفق. واحد إذا كريم، إذا الملايين أجت في إيده يعيش فقيرا أيضا. عقيل لا يكون مقياسا، ولعل يمكن. حاكم اللي فقط يأكل اللحم في عيد الأضحى لإمكان أن يكون هنالك شخص لا يأكل اللحم، يقول في عيد الأضحى أنا مطمئن أن الكل يأكلون لحم، كل المواطنين، أما في بقية الأيام لعله أكو واحد ما يأكل لحم. هذا التفوق، يعني المطلب الأول في النحو الثاني من الطرح أن عليًا وأن النبي صلى الله عليه وآله وأن أئمة أهل البيت كانوا سباقين. حتى في الفقه كانوا سباقين، وهذا بحث يحتاج إلى مجال آخر. حتى القوانين الفقهية قوانين سباق، وفوق ذلك كانوا متفوقين. إلى اليوم البشر ما تمكن أن يصل إلى مستوى الوضع الذي كان في عهد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وفي عهد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هاي القضية قضية قديمة قرأتها، هذه شبح القضية. يقول أن رجلا ذهب إلى إحدى البلاد الأجنبية، كان واحد من كبار المدافعين عن حقوق الإنسان في ذاك البلد، فأخذ يشرح لهذا الرجل اللي ربما لا يكون مسلم، ربما يكون مسيحي، هذا القائل الناقل أخذ يشرح له إحنا توصلنا إلى هذه النظرية كذا، فيقول قلت له هاي النظرية مو جديدة، أكو واحد منا إحنا العرب هو كان قايل، هذا قبل 1400 عام قال هذا المطلب. يقول قال لي وين شنو قال؟ قلت له قال ما جاع فقير إلا بما متع به غني. الفقر مو ظاهرة ضرورية، مو أنه ماكو موارد. الوالد رحمه الله عنده كتاب 90 مليارا من البشر، ما أدري مطبوع ولا
أن هذه الموارد اللي موجودة في الكرة الأرضية تكفي لتسعين مليار من البشر، مو الآن اللي ما أعلم 6 مليارات أو كذا. طبعا معتمد على إحصاءات علمية في هذا الكتاب. فالكلام أن الفقر مو شيء ضروري، أكو هنالك اختلال في التوزيع. هاي النظرية اللي توصلوا إليها بعد بحوث وجهود، هذا مو جديد. الإمام قال إن رجلا عربيا منا قبل 1400 عام قال: ما جاع فقير إلا بما متع به غني، وقال: ما رأيت نعمة موفورة إلا وإلى جانبها حق مضيع. قال، قلت عجب. قال: فالحجة عليكم أعظم، لأنه عندكم واحد عظيم مثل هذا وتعيشون هذا التخلف الاجتماعي الموجود عندكم. ننتقل إلى موضوع آخر ونختم. العلامة الحلي رحمة الله عليه يجي يوم القيامة ومعه تشيع إيران، مو كل إيران طبعا، لأن مناطق من إيران كانت شيعية من قبل، مثل قوم كانت في عهد الأئمة صلوات الله عليهم شيعية، تأثير كبير. يجي ذاك الرجل اللي هو من صحابة أمير المؤمنين صلوات الله عليه في القضية المعروفة اللي معاوية قال له: يا أبا الطرفات، أين ذهب الطرفات أو الطرفات؟ قال: قتلوا كلهم في صفين، طريف وطارف ومطرف. يمكن بعيد الآن أنا عن القضية. قال: ما أنصفك علي إذ بقي وقتل أولادك؟ قال: أنا ما أنصفت عليا حيث قتل وبقيت أنا بعده. رجل معروف في التاريخ أبو الطرفات، هذا يجي ومعه 3 من أولاده قدمهم في صفين فداء لأمير المؤمنين. صاحب العبقات يجي يوم القيامة ومعه كتاب العبقات من الكتب المهمة حقيقة. صاحب الغدير يجي يوم القيامة ومعه كتاب الغدير. العلامة شرف الدين يأتي يوم القيامة ومعه كتاب المراجعات. السيد كاظم رحمة الله عليه يجي ومعه كتاب علي من المهد إلى اللاح. أوصى رحمة الله عليه أن تدفن معه بعض كتبه، وأظن من الكتب اللي دفنت معه كتاب علي من المهد إلى اللاح وفاطمة من المهد إلى اللاح دفنت معه. إحنا شنو نأتي بماذا؟ هذا الشيء يجب أن نفكر فيه. يجب أن نحاول أن نأتي يوم القيامة ومعنا شيء يكون إن شاء الله وسيلة من وسائل الشفاعة. رجل يرى القيامة والناس في هرج ومار، ويموج بعضهم في بعض، والعطش شديد جدا، وإذا به يرى غديرا من الماء، وهنالك رجل نوراني الطلعة مهيب المنظر جالس على هذا الغدير. هاي القضية مكتوبة في الكتب. وهو يسقي بعض الناس ويمنع بعضا، يقول: أنا أجيت هذا الذي رأى في المنام هذه الرؤيا
فأجي سلمت على أمير المؤمنين، استأذنته في أن أشرب شيئا من الماء فأذن لي، فأخذت قدح من الماء وشربته. يقول: وإذا في هذه الأثناء يأتي العلام الأميني، فاستقبله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعانقه وملأ قدحا أو كأسا من الماء وقدمها إلى العلام الأميني. يقول العلام الأميني تمنع خجل، فأصر عليها أمير المؤمنين، فأخذ العلام الأميني الكأس وشربها. إما أخذها وشربها أو شربها من يد أمير المؤمنين، الآن مو في بالي هذا ترديد. فقلت له: يا أمير المؤمنين، أنت استقبلت الأميني بما لم تستقبلنا، تعاملك مع الأميني كان غير تعاملك معنا. فقال الإمام: الغدير غديره. يمكن يكون معنى هذه الكلمة أعمالنا في الدنيا تتجسد في الآخرة. أكو في الحديث: المرء تحت ظل صدقته يوم القيامة. عندما تعطون صدقة، يعني تبنون حسينية مثلا، أنتم تجون تحت ظل هذه الحسينية. واحد كان رأى في المنام الشيخ الكعبي رحمة الله عليه تحت ظل شجرة، الشجرة تمشي معه أينما مشى، في منام مطول. فنقل لواحد قال: هاي نفس الشجرة، ما أدري النخلة كانت، شجرة السدر كانت، ما أتذكر شنو كانت، الطيف مو في بالي. قال: هاي نفس الشجرة اللي قرأ تحتها المقتل. هو كان من الحاضرين، مثلا الشيخ عبد الزهرة قرأ المقتل تحت ظل النخلة، هاي النخلة وياه في الآخرة. إنما هي أعمالكم ردت إليكم. الوالد رحمه الله كان ينقل فد منام، كاتبه في كتابه حول الأموات الذين كانوا في صحن الإمام الحسين صلوات الله عليه، وكل واحد منهم أكو هنالك حنفية من قبره إلى الصحن، والناس يأتون ويشربون من ذلك الماء أو يتوضؤون بذلك الماء، إلا واحد ما كان إله. فقال للإمام الحسين صلوات الله عليه: ليش أنا ما عندي حوض؟ الإمام قال له: لأنك لم تؤلف وهؤلاء ألفوا. الماء، الماء هو العلم في التعبير، العلم الذي أفاضه يتصور بصورة ما، هذا عنده تأليف وأنت ما عندك تأليف، هذا هو الفرق. منام مفصل الوالد كاتبه في إحدى كتبه. فلعله يكون معنى هذه الكلمة هذا الغدير الذي كتبه في الدنيا هو هذا الغدير، تحول إلى هذه الصورة. كل واحد استفاد من الغدير في الدنيا يستفيد منه أيضا في الآخرة، كل واحد انتفع به. فإحنا في الواقع يجب أن لا نفوت هذه الفرص بالأوهام الباطلة. الوالد عنده كتاب فلسفة التأخر، أكو بعض الأفراد عندهم منطق التأخر، ما ألف كتاب ليش؟ هل قد كتب مؤلفة؟ شنو أكتب؟ ما ألف كتاب ليش؟ منو يقرأ؟ ما نبني مسجد ليش؟ مساجد كثيرة. لا نبني حسينيات ليش؟ لأن الحسينيات كثيرة. لا نتكفل الفقراء لأن من يقول هؤلاء فقراء؟ وهكذا. هذا يقال له منطق التأخر. إحنا كثيرا ما نحيط أنفسنا
بهذا المنطق ما أقدر، ومن يسمع كلامي وأنا مو معروف وكذا. إحنا قبل أن تفوت منا هذه الفرصة ينبغي أن نقدم، حتى بعدين واحد لا يقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. أظن أكو في الأحاديث أن جنب الله هو علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شرت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب.